وبالمناسبه وانا حابب ان انا اتكلم عن فرع القاهره او مقر القاهره الجديده مقر القاهره الجديده الحقيقه جالي تليفونات كتيره جدا منذ ان اعلنت قناه النادي الاهلي عن الجوله اللي عملها كابتن محمود الخطيب ورئيس رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره داخل مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده ناس كتيره جدا بتكلمني بتقول لي ازاي نروح نشترك في مقر النادي الاهلي في التجمع او في القاهره الجديده الاشتراكات موضوع بسيط جدا ممكن تروح او ممكن تسال من على الانترنت تخش على الابلكيشن بتاع النادي الاهلي وتعرف كل هذه الشروط او كل الشروط الخاصه بمقر النادي الاهلي في التجمع او في القاهره الجديده لان هذا المقر واحد من احلى وافخم وافضل المقرات اللي موجوده للنادي الاهلي، كل مقرات النادي الاهلي كل واحد ليه لون وشكل وطعم، مقر الجزيره ليه لون وشكل الفخامه والعراقه وكل شيء قديم ورائع وجميل وكلاسيكي، الشيخ زايد زي ما حضراتكم عارفين قد ايه الفخامه الرائعه وكل شيء جيد هناك ولكن ايضا مدينه نصر واللي بيحصل في مدينه نصر لكن مقر القاهره الجديده القاهره الجديده فيها شغل معمول على اكمل وجه حاجه رائعة رائعة زي ما حضرتك عايز تقول قول زي ما بيحصل في الشيخ زايد ومن تطور جديد أو من بنية تحتية جديدة بيتم ضخها خلال الفترات السابقة ولسه قدامنا سنة واتنين وثلاثة كمان مجلس إدارة النادي الأهلي كل ما تم الوعد به من خلال آخر برنامج انتخابي سيتم تنفيذه قبل نهاية السنة الرابعة إن شاء الله زي ما كان هناك تنفيذ لمية في المية من البرنامج السابق اللي هو برنامج عائلة النادي الأهلي وأكتر من مية في المية كمان جه كابتن محمود الخطيب وقال كشف حساب كشف حساب ليا السنة يعني الدورة اللي فاتت الكشف حساب ليا والمجلس الإدارة اللي متواجد وبالتالي لما جينا نحاسب مجلس الاداره كاعضاء جمعيه عموميه قبل كده لانهم في الاربع سنين السابقه عاملين اكتر من 100% إذا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله كل ما تم الوعد به إن هو سيحدث خلال الأربع سنوات القادمة إن شاء الله سيحدث أولها إن شاء الله مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة هذا المقر الرائع هذا المقر يعني أنا دلوقتي يعني مقر الشيخ زايد بالنسبة لي مقر رائع جدا وجميل جدا وكل حاجة ولكن بحب برضه أروح أتفرج على مقرات النادي الأهلي في كل مكان، كل ما تخش في حتة هتعرف إن النادي الأهلي ده كبير وعريق وعظيم بجمهوره أولا وبمجلس إدارته وبلاعبيه في كل الألعاب زي ما حضراتكم دايما عارفين، من ضمن الحاجات اللي أتكلم فيها النهاردة الرئيس التنفيذي لشركه اتصالات مصر المهندس حازم متولي وهو بيتكلم قال ان فرع القاهره الجديده او مقر النادي الاهلي في القاهره الجديده احنا هنشتغل فيه لانه لسه بيتم البناء فيه وكذا 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 فالحقيقه ان شاء الله شراكه محترمه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي او ما بين اسم النادي الاهلي واسم مؤسسه كبيره زي مؤسسه اتصالات مصر